يا جماعة مع عمدة تشستر النهاردة لسه واخد الحقنة التالتة الكوفيد 19 لسه واخد الحقنة التالتة النهاردة عشان إن شاء الله لما أجي أنزل مصر أجيب الباسبور وأقدر أنزل طبيعي في المطار وأحجز إن شاء الله والحقنة أخدتها في الدراع الشمال عشان أقدر أشتغل بالدراع اليمين للفترة اللي جاية دي. وطبعا أنا قاعد قالت لي أقعد بس 15 دقيقة قبل ما تسوق العجله بتاعتك عشان الحقنه تقدر ايه تشتغل في الجسم. طبعا الطابور الناحيه الثانيه كان كبير جدا وطابور واسع جدا زي ما انتم شايفين الناس واقفه كل ده واقفين مستنيين الكوفيد الحقنه الثالثه. وبعد كده اسبوع او اسبوعين هقدر اخد اللي هي حاجه اسمها الفلوجاب دي حاجه اللي هو البرد والسقعه هنا طبعا عشان البكتيريا والحاجات دي. فدي هاخدها بعدين بس لغايه لما الحقنه دي تشتغل في الجسم وكله يبقى تمام. مع عمدة تشيست عبد الله البدري.